لكن لا تتراجع بهذه الكيفية، لأنه منتخب لبنان إذا استمر على هذا الحال بالتراجع وعدم تهديد المرمى الكوري الجنوبي ربما قد تكون الأمور غير سارة للمنتخب اللبناني. محاولة فرصة داخل المنطقة الرأسية لمصلحة لبنان، للبنان، لبنان، لبنان، جول 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 جول. لبنان تسجل أول الأهداف. قدم لبنان وتعنوي لبنان وتسجل لبنان. يا سلام على البداية اللي كانت من الناحية اليسرى، محمد حيدر بلمسة فنية، استقبال حاضر ودوران حاضر، وبالقدم اليسرى من قريبة سعد اللي وضع الهدف لمصلحة المنتخب اللبناني لتناول بعض المياه ومن ثم العودة مرة أخرى بمنتخب لبنان. خذوا بعض النفس، خذوا بعض التركيز من أجل العودة للمواجهة، لأنه لبنان أمام مرحلة تاريخية. نعم لبنان أمام بوابة قريب بهدف التعادل، لكن نأمل من دفاعات لبنان الثبات 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 الثبات. هدف كوري يأتي في هذه الدقائق، هدف لمنتخب كوريا الجنوبية. عاد من هذه الكرة العرضية والضربة الرأسية من قبل اللاعب سونغ مين، سونغ مين، واصطدمت الجنوبية والمجراء على مستوى اللعب، لكن هذه هي الرأسية اللي كانت حاضرة من سونغ مين، اصطدمت في اللاعب سيونداي أحد من الأندية الكورية القوية على مستوى آسيا، لكن فرصة حاضرة انطلق سون، راح سون يتقدم، سون سون لي في لعبة في فرصة، نعم تايهي نعم تايهي نعم تايهي، وركلة جزاء، ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب الكوري. هذا الثنائي المرعب، المرور في هذه اللقطة بمهارة ومن ثم لمسة يد من قبل اللاعب جوان أوماري في تقدير حكم المباراة السيد خميس المري هي تعتبر لمسة يد متعمد. نعم أمام بوابة الهدف الثاني في هذه الكرة في المباراة رقم 91 لسون هيونغ مين، يريد أن يصل الهدف رقم 27 26 هدف سابق مع منتخب كوريا. هل يصل الهدف رقم 27 أمام مهدي خليل؟ سون يسجل، يسجل سون هيونغ مين الهدف الثاني لمنتخب من عبر النتيجة. انقلبت الطاولة وأصبحت الحسابات والحوار هو لمنتخب كوريا بعد تعادل من سون مين، وهدف ثاني يأتي من سون هيونغ مين في هذه المواجهة، وضعها على يسار حارس المرمى مهدي خليل. 2-1 2-1 لمصلحة وضعت المنتخب اللبناني مواجهة بنغلاديش فوق المنتخب اللبناني بنتيجة 4 مقابل لا شيء.